ليش انا اذا قعدت معه بخليني احكي؟ اي لا تحكي، خليك قاعد معه، انا ما بدي اغلط قدام ابو نجيب. ما بيسترجي يغلط. اخويا اهلين ميا. اهلين بدوعتي. امي زهرة اعملي شاي لابوك. نعم، نحن جوزناه مشان مرته. انفي مرت عمي. لك ليش بقول لها قرنبيطه لكان انا؟ قالت لك اعملي شاي، يعني اعملي شاي ولا بتنطعجي؟ ما تعملي لا تقولي لي قرنبيطه، انا بتزاولها وتقولي لي قرنبيطه تقولي قرنبيط بغلط بحقك. تزاولي حبيبتي، انا عم بحكي على القرنبيط المتبل ضايقينه شيء ما في اطيب منه. بلا مسخره. ما عم بتمسخر، انا عم بحكي على القرنبيط المتبل مو المقديل. يكون بعلمك مرت عمي انه انا زهره بالضمه مو بالفتحه، انا زهره على اسم الكوكب زهره مو القرنبيط. تكوني بالشده بدي دوق من لك قرنبيطه، يا بتعملي شاي لابوكي. ما ليش عم تعملي معي دغن؟ ليش عم تعملي؟ بعدين شو تحكي معي؟ لك شو ساوي لك اذا انت بتحبي البهدله؟ قالت لك اعملي شاي يعني اعملي شاي، بعدين بتتحركشي بالحمى لتجيك البرديه. ما رح ساوي شاي، هي مرتها وهي بتعمل شاي، ما رح ساوي شاي. لك ابوكي منبه عليها ما تمد ايدي على شيء. بعدين ما بدك تساوي شاي تصطفلي لا تساوي. انا قلت لك ساوي، وانت اذا ما بدك تساوي بتعرفي شو بصير فيك، لانه ابوكي بزعل. اذا زعل ابوكي بتعرفي شو بصير. اعطيني للدعه، كلكم مستوطين عادي. لانه ابي صار بالبيت صرتوا بتحكموا فيني، لانه قام اول اسلم. انا برجيك فهمنا فهمنا، شلحتوا البنطلون لانه كسر الشبابيك، فهمنا. لا سيدي ما شلحني البنطلون، كان معلق على العلاقة. والبيجامة كمان كانت معلقة على العلاقة. ايه سيدي شلحني البيجامة ومدري شو كمان. شلحت البيجامة لأنه كسر الشبابيك؟ وأنت ليش كسرت الشبابيك؟ سيدي بدنا نشقوا طريق بالحارة، بده يمرق من بيتنا، قلنا لهم يطلعوا من البيت، ما عم يقدروا يطلعوا. القانون ما بيلزمهم يطلعوا. سيدي متفقين نحن وياهم إذا لزمنا البيت يطلعوا، بعدين نحن ما لنا ملزمين نقعد ببيت أجرة وبيتنا موجود. ومين قالكم رح تستأجروا؟ القانون بيضمن حقكم، ما بينهد سقف بلا ما يتأمن سقف بداله، هي منصوص عليها. سيدي بآخر معمار الله، يا بالكسوة يا بجديدة. ودخلك؟ شو اللي ما عجبكم بالكسوة أو جديدة؟ سيدي سعر المتر هون ب10,000، هنيك انشقت حالها ب5,000. طيب خذوا تعوي. سيدي بخمنونا على سعر الدولة، بيطلع المتر ب500 ورقة، بيقصرناه تقسيط. لك بدك الدولة تبيع بسعر السوق السوداء؟ سوداء ولا مو سوداء؟ المصاري بدنا اياهم نعوض فيهم، إذا ما تعوض شيء شو بدنا فيهم؟ معناها بتعملوا تعهد إنه البيت اللي بده يطلع لكم بآخر معمر الله بتعطوه للمستأجرين اللي رح يطلعوا. بنعمل تعهد سيدي. لك هن أحسن مننا بشو؟ هن يسكنوا هون ونحن ننسفع لبرات البلد سيدي. حيرتوني مدام بورا، ما في شيء يعجبكم؟ سيدي لا تحتاروا لا شيء، القانون مع مين؟ معكم. والقانون أنت صح ولا مو صح؟ صح. يعني أنت معنا ونحن ضد القانون ما بنشتغل. أوه صحيح أنا معكم بس مو عدو غيركم، صحيح قاضي الأولاد شنق حاله. والمشكلة سيدي، المشكلة الشوارب وبوسناها ولبس لبسناك، ما يكون شغل عندي، أي سوء تفاهم بتروحوا لهنيك على المخفر. والمشكلة سيدي المشكلة أنا مالي تسعر.